بسم الله. تكبير وتصغير الاشكال المجسمه الموجوده في قلب برنامج فيجن 360 بيبقى ان انا اعلم على الاشكال كلها اللي انا عايز اكبرها وصغرها مره واحده، واجي هنا من موديفاي اقول له سكيل، فبيقول لي انت عايز ايه العناصر اللي انت كبرها، بعمل سيلكت العناصر وبعد كده بوينت بختار نقطه تكبر وتصغر منها وليكن مثلا النقطه ديت، تمام. وبعد كده بيقول لي انت عايز تكبر كلهم نفس الحجم ولا عايز تخلي تكبر الاكس لوحده والواي لوحده والزد لوحده. يعني انا دلوقتي ممكن اقول له ايه يونيفورم وراح مكبرهم كلهم مره واحده او مصغرهم كلهم مره واحده، او اقدر اكتب الرقم هنا او نون وراح مخلي الاكس لوحدها والواي لوحدها والزد لوحدها. بعد كده بقول له اوكي.